Technoplanète. Information. Claire et net. مرحبا بكم في كوكب التقنية. إخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الرسالة رقم 19 من الرسائل الخاصة بطبيعة برايل إيفيريست دي في 4. قبل ما نبدأ هذا الرسالة أو هذا الدريس، لابد نشير لواحد المسألة مهمة جدا، ألا وهي كنتمنى من الإخوة الكرام بالخصوص الإخوة الأعزاء في مجموعة كوكب التقنية تيكنو بلانيت ما يسوءش الظن بي على حسب هذا التأخير لأسباب شخصية هما اللي أخروني في وضع الدروس. لهذا كنحيي الإخوة كلهم الأعضاء والمشرفين في المجموعة، وكان اعتذر لهم على التأخير لأسباب شخصية وخاصة. هذه الرسالة غنتكلموا فيها على المحاور الآتية: أولا، طريقة وضع الملف المكتوب في برنامج ديكسبيري. ثانيا، كيفاش نحيدوا الاختصار لهذه الكتابة اللي غنخرجوها بطريقة برايل. ثالثا، طريقة وضع رقم الصفحة في المجلد. إذن على بركة الله غنجيب برنامج ديكسبيري براكورسي اللي وضعنا ليه. بعد إتاج طريقة اللي درنا البرنامج ديكسبيري، درنا ليه آلت جينيرال دي، هو باش كيجي لنا ديكسبيري. إذن الحمد لله تفتح لنا برنامج ديكسبيري، وغنحاول ما امكن نختار اللغه الفرنسيه، نترجم شي نص باللغه الفرنسيه، يعني غيكون مكتوب باللغه الفرنسيه ونترجمه لطريقه برايل. علاش ما اختارتش اللغه العربيه؟ لسبب واحد، لان اللغه العربيه بالنسبه لديكسبيري كاينه اللغه العربيه وحده، اما بالنسبه للغه الفرنسيه كاينين بزاف ديال الانواع. لهذا بغيت نختار النوع المناسب اللي كيكون فيه الخط الموحد باش يستفدوا منه الإخوة المكفوفين وضعاف البصر. إذن على بركة الله غنجيبو غنفتحو أوفغير بكونترول مع أو. Choisir un fichier document. Dialog nom du fichier. Nom du fichier. Liste déroulant de traduit. Edition Alt plus N. Vide. يعني أنا دابا الحمد لله خدام ببرنامج إنفيديا، وكنقدم تحية وتقدير للأستاذ رضا في هذا المنبر اللي عطانا الدروس، عطانا واحد مجموعة من الدروس تستفدنا من هذا البرنامج. وحتى هو في الحقيقة مع ديكسبيري كيجي مناسب أكثر من البرامج أخرى. إذن غنديرو درنا كونترول أو، غنديرو ماج تاب. ماج تاب. يعني أعطاني الملفات اللي عندي في مي دوكيمو مباشرة، تيدينا المي دوكيمو. أنا نجيب واحد الدوسي، نبدي برقم واحد. لوي برايل بوان دوكس، يعني بوان دوك. انا عندي في ديكسبيري النسخه 11.3 كيقبل بوان دوك، كيقبل بوان دوكس الا تي اكس تي، شي انواع فيهم ما كيقبلهمش. باقي غنشوف الاسباب ونشرحهم لكم فيما بعد. حنا دابا هالملف جا، غندير اونتري باش يترفع. البطيخ جي ديالوج موديل ليست افريكا ان بازيك 184. إذن سمعنا الشاشة قرأ لنا جميع اللغات اللي كاينين 184. عاودوا نتأكدوا. الأفريكان بازيك 184. 184 اللغة اللي كاين في هذا البرنامج ديكسبيري. هنا غندير F باش نمشي للفرنسية. F فارسي فيرسيون بازيك 60/184. F F فيليبينو بازيك 61/184. F F فينيش بازيك 62/184. F F français 2006 approche 63/184. إذن هنا غنبدا ننزل بالفليش. ملي سمعت الفرنسيه الاولى ركزوا معايا مزيان الاخوه الكرام باش نشوفوا الفرنسيه المناسبه اللي هي موحده اللي ما فيهاش المشاكل.
لان هاد الفرنسيات اخرين كيكونوا فيهم مشاكل بالخصوص الابوستروف، كيديروا بواحد الطريقه بحال الاخوه اللي كانوا يستعملوا ليبغ اوفيس غيلاحظوا هاد المشكل. انهبط فرونسي دو ميم سي ابروش بريت باس 64/184 حتى هادي ما خدامهش. نعاود ننزل فرونسي دو ميم سي انتغرال 65/184، هادي هي الفرنسيه المناسبه لديكسبيري اللي هي مناسبه في الترجمه. نعاود نسمعوها فرونسي دو ميم سي انتغرال ليمون دو ليست فوكاليزي سيليكسيوني 65/184. ممتاز، هنا غنديرو اونتري زو ديكسبيري بريت كونسلاتور ان لوي براي بوان دي اكس تي نوفو دوكيمون امبريمي اديسيون لوي براي. نطلع انا الفوق بكونترول اوريجين باش نشوف واش تحط لنا هذا الملف. لوي براي فيد سيتات اون بيل ماتيني دو برانتون لوي ايتات اسي سور لي مارش دو لا فيراندا دوفان لا ميزون اي ميم شوز باسي اوتور دو لوي دي نواج فونتخوي سو بروميدون. اذا حنا تنسمعوا دابا تنقراو في وسط دوكيمو برايل، يعني دابا راه مازال ماشي برايل، راه باقي عادي كنهبط بلي فليش وكنقرا وكيتقرا هذا الشيء عادي. نقدر انا ندير مثلا اوريجين لوي براي وندير انسيرسيو مع السهم التحتاني. لوي براي سيتات اون بيل ماتيني دو برانتون لوي ايتات اسي سور لي مارش دو لا فيراندا دوفان لا ميزون اي ميم شوز سو باسي اوتور دو لوي دي نواج فونتخوي سو بروميدون دون لو سييل بلو ان اوازو كونستخويزا سون ني دون ان اربر تو بروش اون فاش باسي دون لو بري فوازان ان ميفر ديتالي اي اون كوكسينيل شوميني لونتمون سور اون ايرب الى اخره. المهم تيتقرا واضح، وبالنسبه للغه العربيه ملي تنبغيو نقراوها هنا راه كيكونوا فيه بعض المشاكل، بعض المشاكل كيكونوا في اللغه العربيه. المرحله المواليه هو او هي المرحله المواليه هي الترجمه، يعني غنرجعوا هذا الملف المكتوب غنرجعوه لطريقه برايل، ولكن لا بد من المراحل الاتيه. اولا خصنا نحيدوا الاختصار، لان ديكسبيري دائما كيكون الكتابه فيه كتكون مختصره في الاصل ديالو. الاختصار الاختزال جراد صفر، يعني الاصل ديالو كيكون مختصر. اذا عوض باش نبقاو نتلفو ونقلبو على كيفاش نحيدو الاختصار، غنديرو واحد راكورسي ديالو في الوقت الحالي، وفي المراحل ان شاء الله الاتيه غنعاودو نبينو الاماكن فين غنوصلو لهاد الاشياء. اول حاجه كنديرو كونترول اوريجين الت مع واحد، واحد اللي على اليمين ديال بيسونس دو، الت واحد انا درتها. غنديرو كونترول ف ميد ندير الت جوج لوي براي. اذا دابا فرضنا على برنامج ديكسبيري باش يحيد لنا الاختصار. دابا الترجمه، طريقه الترجمه باش نرجعوا الخط العادي الى كتابه برايل ما غنديروهاش حتى نديروا الارقام ديال الصفحات، نديروا رقم صفحه بعدها يمكن لنا نديروا الترجمه. طريقه باش غنمشيو لرقم صفحه غنديروا الت مع دي كونفيغوراسيون دو لامباسوز كونترول 11/14 نديرو N document numérotation des pages dialogue numérotation des pages terre groupage haut droite bouton radio cocher ندير ماج تاب annuler bouton ماج تاب OK bouton ماج تاب premier numéro de page affiché édition sélectionner 2. إذن أول حاجة تعطيها لنا دائما تعطينا صفحة رقم 2 2 non select. علاش؟ حيت دائما تيخلي هذيك الصفحة تيعتبرها غلاف وما تيكتب رقم واحد، تيكتب جوج ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره. حنا هنا هاد جوج غنحيدوها، غنمسحوها بغوتو أغيغ اللي فوق أونتخي، أنا حيدتها وغنكتب رقم واحد. ندير ماج تاب نوميروتاسيون دي باج دو ريفيرونس بور لي باج زامبير غروباج أو بوش بوتون راديو كوجي. هادي خاصها تكون فيها أوكان، أوكان بوتون راديو كوجي. طلعت بالسهم الأعلى ولات أوكان. ماج تاب نوميروتاسيون دي باج دو ريفيرونس بور لي باج بير غروباج او بوش بوتون راديو كوجي. نعاود نطلعها مره اخرى حيت دابا درت ماج تاب، نطلع مره اخرى اوكان بوتون راديو كوجي. هادي اوكان. اذا هنا كيبقى لنا هاد المرحله المواليه لاختيار ديال المكفوفين. تقريبا 98% دائما كيديروا رقم الصفحه على اليمين الفوق. إذن غندير نفس الطريقة، غندير ماج تاب نوميروتاسيون دي باج زانتير غروباج او دروات بوتون راديو كوجي. راه جا في المكان ديالو، ولكن في اللغة العربية ما كيجيش في هذا المكان في او دروات، كيجي في مكان آخر
غنتعلموها ملي نحاولوا نترجموا باللغه العربيه. نعاود ندير ماجتاب نيميراتاسيون دي باج بير غروب باج او دووات بوتون راديو كوجي. هادو خليتهم في الاحوال ديالهم لان احنا بغيناهم يكونوا او دووات بجوج بهم، لا الوجه ديال الورقه ولا الظهر ديالها. ماجتاب ادي لي بوتون. نعاود نديروا ماجتاب اوكي بوتون اوكي. هنا غنديروا اسباس ازو ديسبيري برايت ترانسلاتور ان لوي براي بوان دي اكس تي نوفو دوكيمون امبريمي اديسيون لوي براي. اذا حنا غنشوفوا واحد القضيه خاصنا ننتبهوا ليها مزيان. شنو هي القضيه؟ خاصنا نتاكدوا بعدا من نوع الورقه واش مقاده ولا لا. الطريقه ديال نوع الورقه راه كنا ذكرناها هذوك الايام. كونفيغوراسيون دو لامبوسوز كونترول 11.1 سي كونفيغورا كونفيغوراسيون دو لامبوسوز كونترول 11. كنديروا الت دي كيقول لنا قارئ الشاشه كونفيغوراسيون Configuration de l'emboisseuse. Contrôle 11.1 sur 4. Qu'en dirons-nous en entrée? Configuration de l'emboisseuse dialogue. Périphérique Braille List. Index EVSD 2 sur 2. Format désiré pour le document Braille groupage. Format liste déroulante papier Braille 11,5 par 12 pouces réduit. Et donc, on a le warqa. Même si on a le mot A4, on a le mot A4. On a le mot A4. On a le fin. Papier Braille folio 17 par 11 pouces. نطلع الفوق. Papier Braille à 4 mode paysage. De côté. Papier Braille à 4 folio double taille. هي هذه اللي تندير دائما كما قلت لكم. نمشي للطابيلاسيون كاركتير بارمي اديسيون الت بلس سي سيليكسيوني 20 نديرو 19 فيرويج نوميريك اكتيفي 1 سيليكسيون سوف 9 طابيلاسيون لين بار باج اديسيون الت بلس ال سيليكسيوني 20 نديرو حتى هنا 19 6 1 سيليكسيون سوبريمي 9 نديرو طابيلاسيون مارج دو اون لين اديسيون الت بلس اج سيليكسيوني 0 نديرو هنا 1 سطر 1 1 سيليكسيون سوبريمي مارج دو ريليور ان كاركتير اديسيون الت بلس ار سيليكسيوني 0 نديرو هنا 3 3 د المربعات باش يبقى لنا الا بغينا نديرو الكرافوز ولا نخيطو الكتاب تكون عندنا المساحه. 3 سيليكسيون سوبريمي امبوزي ان اندر بوين كازا كوشي كوشي الت بلس اي. هادي الا بغينا نطبعو صفحه اي صفحه لا كنديرو فيها نو كوشي حنا نخليوها هكا كوشي امبوزي باج دو كوبي بوتون صنا اوكي اي دي بي تي ديالوغ فوتر دوكيمون لايت ريفورماتي انسيان فورما نوفو فورما لين بار باج 28 19 سيلول بار لين 40 19 اوكي بوتون الت بلس او اسباس. اذا عندنا حنا دابا هاد النص حاليا راه مؤهل للترجمه بطريقه برايل. الطريقه اللي غنديرو دابا باش نترجموه لطريقه برايل غنديرو كونترول مع تي كونترول مع حرف تي اديسيون بوان بوان لوي بوان بوان باي 4 هو كله الترجم مباشره في ثلاثه ثواني. مهما كان هذا الكتاب ولو تكون فيه 400 صفحه او 500 صفحه او 1000 صفحه كيتترجم بهذه السرعه. اذا غنحاولوا نتيريو واحد الورقه باش نعرفوا كيفاش نتيريو صفحه واحده. غنتيريو غير واحد صفحه واحد تجربه نطبعوها. كما القاعده انا دابا ركبت الورقه بالطريقه اللي كنا ذكرنا في الدروس ديال المطبعه. اذا شنو هي الطريقه اللي غنصيفطوا به هاد الدوكيمون للمطبعه باش يخرج لينا؟ نشوف بعدا المطبعه عندي واش جاهزه واش شاعله ولا لا. اون لين راه كاينه المطبعه موجوده. كندير كونترول او اس دو ديسبيري براي ترانسلاتور ان لوي براي بوان دي اكس بي نوفو دوكيمون براي اديسيون بوان بوان لوي بوان بوان براي تيغي. نديرو هنا كونترول او كما ذكرنا في الاول. فيشي امبوزي ديالوج امبوزوز اندكس او اس دي فورما بابي براي 4 فوليو دوبل تاي اوكي بوتون. حنا درنا كونترول او غندير اونتخي. غتسمعوا شويه الصداع وغتصبروا معانا. هانتوما تسمعوا المطبعه باقي تطلب الاوراق علاش حيت حنا درنا تجربه والدوكيمون كبير شي شويه. حنا كتبنا صفحه واحده ورقه واحده يعني عطاتنا جوج صفحات كاملين الكتابه نقيه رقم الصفحه هو موجود كلشي مقاد على حقه وطريقه وغنكتفيو بهذا القدر. نتمنى التوفيق للاخوه في مجموعه كوكب التقنيه وفي الدرس المقبل ان شاء الله تعالى غنتعلموا كيفاش نكتبوا داخل ديكسبيري ونتعلموا كيفاش نرجعوا ديكسبيري بيركينز. معكم المهدي مدواني والسلام عليكم.